الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله هذا حيوان غريب اسر عليه في بعض قرى مالي، في خاصه قريه جوروني بمديريه باله في اقليم كوليكورو. هذا الحيوان نادر جدا جدا، يسمى بالعربيه خنزير الارض او ابو الازلاف او ابو الزقن. وانا المتكلم عمري 41 عام، سمينا عن هذه الحيوانات ما راينا قط. هذه اولى مره يؤثر عليه في غاباتنا، لاني من اهل هذه المنطقه، حتى عندنا مزرعه يسمى بحفر خنزير الارض، ولكن ما راينا قط. هذا عجب ومن عجائب الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.